وأيضا من خلال أو قائمة الجيو بروسيسنج موجودة عندي بقدر أقوم بعدة أدوات تحليل. نأخذ الكليب، بنروح على الأرك جي اس، بنقوم بإنشاء طبقة جديدة، بنروح على الكتالوج وعلى الداتابيس اللي عندي موجودة، بختار رايت كليك ونيو وسمي هاي الطبقة طبقة القطع أو كليب، خليها من نوع بوليجون، نضغط على فينيش. تم إضافة هاي الطبقة، بقوم برسمها create feature، بقوم باختيار رسم جديد لطبقة القطع، بقوم بتغيير السيمبولوجي الخاص لهاي الطبقة، خليها باللون الأحمر ولون خفيف عندنا بالوسط، نقوم بعمل ترانسبرنسي على هاي الطبقة يعني شفافية، ومن ثم نقر على Edit و Save. نقوم بفتح صندوق المعالجة الجغرافية، ونروح على صندوق أدوات خاص بالتحليلات، نختار مجموعة أدوات الاقتطاع أو الاستخراج، ونختار كليب. طبعا هاي الكليب فيها أكثر من طريقة، في عنا إحنا كليب خاص بالفيكتور داتا، في عنا كليب خاص في الراستر داتا، وفي عنا كليب موجود داخل قائمة الإيديت أدوات التحرير، في عنا كليب. راح نقوم باستخدام الثلاث حالات. نرجع على أداة الكليب الخاصة بالفيكتور داتا، نختارها. طبعا هذا المضلع الخاص بالقطع، هاي منطقة جديدة، أنا بدي أقوم باستخراج جميع البيانات الموجودة داخل هاي المنطقة، خاصة المباني. إذا الطبقة اللي بدي أقوم باستخراجها اللي هي طبقة المباني، طبقة القطع اللي هي اللي اسمها كليب، وهي الاسم المخرج، بقوم بالنقر على رن. راح نشاهد وهيك تم استخراج مجموعة مباني من طبقة المباني الأصلية. لو قمت بإغلاق طبقة المباني، بنلاحظ المباني فقط البقع داخل هذا المضلع تم استخراجهم. أما أداة الكليب الخاصة للراستر داتا، بقوم بإضافة أي ملف بيانات راستر داتا موجودة عندي، برجع على صناديق المعالجات الجغرافية الموجودة. طبعا أنا بقدر أروح على الكليب مباشرة من خلال الداتا مانجمنت تولز، ومن ثم على الراستر، بروح على المعالجة الجغرافية الخاصة بالراستر وبختار كليب راستر. أما إذا أنا ما بعرف وين موقعها، بقدر أكتب هون كليب راستر، كليب راستر، تظهر عندي هاي الأداة. بنفس طريقة الفيكتور، بقوم باختيار طبقة الراستر، يعني لو رحنا على هذه المنطقة حطينا مؤشر الماوس عليها، هذا وصل، يكون راستر داتا سيت او موزايك داتا سيت او اي صورة موجودة عندي. لكن اذا انا قمت باختيار طبقة من نوع فيكتور، هاي طبقة المباني، اعطاني ايرور. ولو رحت على هاي الاشارة بعطيني وصف للايرور، انه القيمة مش عبارة عن الموزايك، ولا عبارة عن راستر داتا سيت، ولا خاص، ولا هي اصلا طبقة راستر. احنا من خلال هذا الفيديو مش بنتعلم فقط على الأداة، ايضا بنتعلم كيف نستكشف الأداة وكيف نعرف شو مدخلات هاي الأداة. نرجع نختار الراستر داتا، طبعا هون نختار الاكستنت. شو المقصود بالاكستنت؟ في عنا شاشة العرض الموجودة عنا هون، شاشة عرض البيانات،
مكان ما أنا موجود هذا اسمه extent. فأنا لو كنت بتصغير هاي الأداة في هاي المنطقة مثلا، عندنا هون حدود الداتا فيو، بقدر أنا أجي أعمل select لأي طبقة، أعملها zoom to layer واختار الاكستنت بهاي المنطقة. وبطريقة ثانية بقدر أحط مؤشر الماوس في هاي المنطقة وأحفظ الإحداثيات اللي بيظهروا عندي هون وأخذ 4 إحداثيات. لكن الطريقة الأسهل أنا بقوم باختيار من خلال هذا السهم طبقة الموجودة عندي الخاصة بالكليب، هاي الطبقة اللي اسمها كليب، جميع ما يقع فيها من بيانات راستر لهاي الطبقة بدي يتم استخراجها في طبقة جديدة. طبعا لما أغير طبقة الكليب خليها مثلا على طبقة الطرق، بنشاهد تغيير في الريكتانجل في المربع، عندنا هون 47 صار عندنا هون 39. فأنا بقدر أختار الطبقة ومن ثم أقوم بتغيير هذول الأرقام، لكن الأفضل إن أنا أقوم باختيار الطبقة، بترك باك الخيارات كما هي. طبعا عندنا هذا الخيار إذا أنا قمت بتفعيله بتم أخذ أقل بيانات موجودة عندي داخل هذا المربع، لكن إذا تركته فاضي ممكن يأخذ بيانات راستر خارج هذا الحد. فالأفضل القيام بتفعيل هذا الخيار، هيقومنا بتفعيله. وعندنا هون الأوتبوت راستر باي ديفولت بتطلع على هاي قاعدة البيانات بهذا الاسم النو داتا. شو المقصود بالنو داتا فاليو؟ لو رحنا على طبقة الراستر مثل ما حكينا، لو انا كنت محدد طبقة الراستر ورحت على أداة الإكسبلور وضغطت في أي منطقة فيها بيانات راستر بعطيني قيم الخلايا ورقم التصنيف، لكن المنطقة اللي عندنا هون نو داتا، بضغط عليها ما بعطيني ولا أي بيانات. منطقة هون صار في عندنا شوية بيانات، هون بيانات، لكن لو أبعدنا هون ما في ولا أي داتا. هذا المقصود بالنو داتا. الخيار الأخير نترك الديفولت زي ما هو خاص بمدى القطع، بعدها بنضغط على رن بنشاهد النتيجة، نقوم بإلغاء طبقة الراستر الأصلية ونشوف طبقة الراستر الجديدة. نعملها زوم تو لاير موجودة عندنا، نقوم بإلغاء هاي الطبقة ونشاهد النتيجة، لأن أنا قمت بتفعيل هذا الخيار. لكن إذا كنت بإلغاء هذا الخيار وتغيير الاسم، هاي 2 نضغط على run ونشاهد النتيجة، بنلاحظ أنه صار في عنا زيادة في البيانات الراستر عن طبقة القطع. هذا المقصود بهذا الخيار. إذا عند تفعيل هذا الخيار بتم أخذ أقل أقل حد من طبقة الكليب، عند ترك هذا الخيار بتم أخذ أقل قيمة. وعشان إحنا نستكشف ونتعلم أكثر للأدوات المفروض نجرب ونقوم بالمحاولة لحتى نوصل لأفضل نتيجة أو لأفضل طبقة أو بيانات جديدة قمنا بتحليلها من بيانات أصلية. أما بخصوص الكليب الخاصة بأوامر التحرير، نقوم بإلغاء جميع هذول الطبقات، نقوم بإظهار طبقة الطرق من نوع مضلع، بقوم بالتحرير على الطرق من خلال تحديد أي طريق، ونشغل أيضا طبقة قطع الأراضي. لو رحنا على هاي المنطقة نقوم بتحديد الطريق، نعمل ريشيب لهذا الطريق، نوسعه أو نقوم بتعديل شكله الهندسي، نخليه متقاطع من حدود أكثر من قطعة. نقوم بتحديد هاي القطعة ونقوم بتعديل حدودها، يصير في عنا تداخل بين القطع الأراضي والطرق. بنفس الطريقة القطعة الثانية
إلغاء طبقة الطرق، وأحدد هاي القطعة وأحذف هدول نقاط الرؤوس أو نقاط الفيرتكس. هيك صار في عنا تداخل بين القطع وطبقة الطرق. أعمل شفافية على طبقة الطرق عشان نشاهد التداخل، نكون بعمل تحديد لهذا الطريق، بنشاهد هاي المنطقة جميعها متداخلة وهاي المنطقة جميعها متداخلة بين حدود القطع الأراضي والطريق. أنا الحدود النهائية بدي إياها حدود الطرق من نوع بوليجون، فأنا مجرد ما أقوم بتحديد الطريق المراد تحريره واختار من خلال هاي القائمة أو هذا السهم واختار كليب. عندنا أربع أنواع للكليب، بقدر أحذف المتداخل من الطريق، بقدر أحذف المتداخل من قطع الأراضي، بقدر أحذف جميع الطرق اللي مش معمولها سيلكت أو اللي مش متقاطعة. فأفضل طريقة أو أفضل نوع الخيار الأول، نضغط على كليب، نرد نعمل سيلكت على هاي القطعة وهاي القطعة، منشاهد إنه راح التداخل اللي كان موجود بين الطريق وقطع الأراضي من خلال النوع الأول الخاص بالكليب في أوامر التحرير. بدي أقوم بعمل أندو تراجع، هيك كان عندنا الخيار أو هيك كان عندنا التداخل. بنفس الطريقة بدي أختار نوع ثاني، نضغط على كليب، فمنشاهد إنه القطع المتدخلات مع طبقة البوليجون الخاصة بالطرق المتداخل صار عندنا قطعة جديدة. نرجع عنده، عندنا القطعة رقم 20 والقطعة رقم 28 كانوا بهذا الشكل، لما اخترت الخيار الثاني صاروا بهذا الشكل. أما لو قمت باختيار الطريقة الثالثة في الكليب بأوامر التحرير، نختار الاحتواء، نعمل كليب، نلاحظ أنه تم حذف جميع المعالم فقط المعالم المتداخلة، نعمل أندو، نقوم بإلغاء التحديد. طبعا لما نقوم بإلغاء التحديد ما بنقدر نستخدم الأمر كليب، مهم جدا select one أو أكثر، يعني مهم، يعني شرط من شروط استخدام هاي الأداة أن نقوم بتحديد معلم أو أكثر المراد عمله إكليب. نقوم بتحديده مرة أخرى ومن ثم نختار خيار التبطيع، نضغط على إكليب، منلاحظ أنه وجد عندنا قطعتين إجداد وتم الحفاظ على الأصل. هاي القطعة 28 الأصلية هاي 20 رقمها 20 الأصلية، تم إنشاء قطعتين متداخلات في هذا الطريق. إذا كما أنا ذكرت، أنا بهاي الحالة بدي أقوم بجعل حدود طبقة الطرق من نوع مضلع هي الحدود الأصلية والنهائية في هاي المنطقة. فقط بقوم بعمل تحديد لهذا الطريق ومن ثم كليب واختار الخيار الأول. لذلك تعتمد استخدام أنواع الأدوات وأنواع الأوامر حسب هدف اللي أنا بدي إياه. أنا هذا الهدف اللي بدي إياه. أيضا بستطيع تعديل حدود أكثر من طبقة وأكثر من معلم من خلال أمر ريشيب، بقوم برسم شكل جديد، نضغط على هاي الأيقونة، بنعاود نعدل كمان مرة، نقوم بتحديد هاي المنطقة، بعملها ريشيب، برسم خط جديد بعبر عن الشكل الجديد اللي راح يتم تعديله. فأنا هيك قمت بالتعديل بدون وجود تداخل بين المعالم.